قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن الحكومة وافقت على قانون هيئة الأوقاف المصرية والذي يتيح للهيئة الاستثمار الأمثل لأموال الوقف. أضاف جمعة خلال مؤتمر صحفي أن هناك لجنة مختصة لوضع خريطة استثمارية واسعة وفق الأصول التي تحتاجها الهيئة. الحمد لله اليوم انتهينا من قانون هيئة الأوقاف المصرية، والقانون بيهدف إلى عدة نقاط. أولها تمكين هيئة الأوقاف من الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات تحدث عليه بسرعة وسهولة وحسم، يمكنها من حسن الاستثمار في وضع خريطة استثمارية تتواكب مع المستجدات العصرية وتؤدي إلى الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف سواء كانت أصولا أم أموالا سائلة.